برحب بحضراتكم بهذه التغطية الإخبارية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها لمتابعة زيارة الرئيس السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في نيودلهي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لا سيما عبر إدراك فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار خلال رئاسة مصر لقمة المناخ الحالية، مؤتمر المناخ 27، واستضافة شرم الشيخ لهذا المؤتمر في نوفمبر الماضي. جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين في الهند، حيث شدد الرئيس السيسي على أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها نظام متعدد الأطراف استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات، مشيرا إلى أهمية دور مجموعة العشرين لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية. كما أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، مشيرا إلى أنها أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات لتصبح مصر مركز إقليمي لتجارة الطاقة من خلال استضافتها لمقر منتدى غاز شرق المتوسط الذي يساهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة. وفي إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخرا عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار التكامل مع للمزيد حول أهمية مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين جي 20، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهمية مشاركة مصر طبعا في هذا المؤتمر العالمي الهام الجي 20، وطبعا حديث السيد الرئيس عن العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وأيضا كيفية حل الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية. بلا شك طبعا وجود مصر ضمن هذا التكتل الاقتصادي السياسي الذي يعني يعتبر من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم. نحن أمام مجموعة الجي 20، مجموعة العشرين هي بتضم ثلثي سكان العالم، 85% من الناتج المحلي الإجمالي بتقوم بإنتاجه الأعضاء الدول الأعضاء في هذه المجموعة، 75% من حجم التجارة العالمية، وكذلك أنه يمكن 80% من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئة الموجودة على مستوى العالم التي أدى إلى التغير المناخي يمكن بسبب هذه المجموعة. فتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل هذه المجموعة والنهاردة حديثه عن إمكانية التعاون ومزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر وبين أعضاء المجموعة، بحيث أن مصر تكون
مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية. يمكن هذا التصريح لم يأتي من يعني لم يأتي سدى أو لم يأتي دون وجود أرضية، لكن نحن نتحدث عن وجود أرضية بما تملكه الدولة المصرية من إمكانيات، من صوامع، من وجود وحدات للتخزين في الموانئ المصرية. يمكن عندنا ميناء شرق بورسعيد حصل على المركز العاشر على مستوى العالم في إمكانية التخزين وإمكانية وجود الحاويات لديه، وبالتالي تستطيع الدولة المصرية أن تكون بالفعل مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وده طبعا بالتعاون مع الدول التي تنتج هذه الحبوب بشكل كبير زي الصين زي الهند زي روسيا، وبالتالي تستطيع الدولة المصرية أن تكون حلقة الوصل وما بين الدول المصدرة والدول المنتجة وأيضا الدول المستقبلة لهذه الحبوب، لا سيما في دولة إفريقيا. نفس الحديث عن الهيدروجين الأخضر، وأنه يعتبر باعتباره وقود المستقبل. يمكن مصر خلال كوب 27 اللي كانت تترأس هذا الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ، كان هناك حديث من خلال يمكن منصة نوفي أن يكون هناك تعاون لعمل مشروعات مشتركة ما بين مصر وما بين ألمانيا وما بين مصر وما بين دولة الإمارات والنرويج لعمل مشروعات الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة ومنطقة محو قناة السويس، بهدف أن يكون هناك دعم أو دعم الطاقة لحل مشاكل أزمات الطاقة الذي يعاني منها العالم حاليا بعد الأزمة الروسية أو الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي تستطيع الدولة المصرية أن يكون لها باع طويل في هذا القطاع، وأنها تقوم بعمل دعم كبير لحل مشكلة الطاقة على مستوى العالم، خاصة أنه أيضا مصر باعتبارها مركز إقليمي لتجارة الطاقة من خلال وجودها ورئاستها لمنتدى غاز شرق البحر المتوسط، تستطيع من خلال توفير الغاز الطبيعي وأيضا من خلال محطات الإسالة الموجودة في مصر في منطقة دمياط وغيرها، تستطيع أيضا أن تسد جزء كبير من احتياج الدول الاتحاد الأوروبي وهي دول أعضاء أو مجموعة الاتحاد الأوروبي ويعدوا في ضمن مجموعة الـ20 بالغاز الطبيعي التي يحتاج إليها كبديل للغاز الروسي. وبالتالي هناك مكاسب تستطيع الدولة المصرية أنها تتحققها من خلال تواجدها ومن خلال شرحها لكثير من مناطق المشتركة أو مناطق الجذب التي تستطيع الدولة المصرية أن تكون نقطة جذب في هذه المنطقة من خلال تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي. وأيضا وجود مصر النهاردة، وهي مصر النهاردة اعتبرت أو تعتبر عضو في البريكس اعتبارا ويتم تفعيل عضويتها من 1/1/2024، هتستطيع مصر من خلال أيضا لقاءات مشتركة هتضم رئيس عبد الفتاح السيسي وممثلي البرازيل وأيضا الهند وكثير من الدول، أنه يكون هناك فكرة أو حديث عن التعاون المشترك ومزيد من التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين. طيب دكتور، يمكن حضرتك تحدثت عن الكثير من الملفات الهامة فيما يتعلق طبعا بأهمية وجود مصر ضمن هذا التكتل الاقتصادي الهام. ماذا عن تدشين منتدى عالمي لتمويل مشروعات الطاقة الخضراء؟ ويمكن هذه النقطة لأول مرة تم الحديث عنها في مؤتمر شرم الشيخ وأيضا في هذا المؤتمر، شايف هذه النقطة وأهميتها إزاي ومدى الاستجابة لهذا المطلب؟ يمكن ده مطلب مهم جدا، وأعتقد أنه مصر خلال الفترات الماضية كانت بتؤهل نفسها لتكون مركز للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء. يمكن وتم بالفعل اتفاق منذ حوالي شهور ما بين مصر والهند لإقامة أكبر محطة لطاقة الرياح في غرب سوهاج، وأيضا يكون هناك مناطق في ضمن محور قناة السويس لإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وبالتالي تستطيع مصر من خلال هذا الملف اللي بيكتسب يمكن أهمية عالمية. طبعا الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها أزمة في الغذاء، نتج عنها أزمة في الطاقة، نتج لدي عنها أزمات في اللاجئين، وبالتالي أكبر أزمتين أزمة غذاء وأزمة طاقة تستطيع الدولة المصرية باعتبارها دولة محورية دولة إقليمية بما تملكه من إمكانيات، بما لديها من قناة السويس أكبر ممر مائي على مستوى العالم بيربط الجنوب بالشمال، تستطيع الدولة المصرية أنها تكون نقطة ارتكاز وتكون استفادة، تتحقق استفادة حقيقية من اتجاه العالم النهاردة إلى الهيدروجين الأخضر إلى الاقتصاد الأخضر بشكل كبير باعتباره هو وقود المستقبل.
لكن أيضا تستطيع الدولة المصرية النهاردة عندنا خطين متوازيين. يمكن هذه القمة التي يعني يمكن عنوانها رئيسي أرض واحدة وشعب واحد ومستقبل واحد، إلا أنها كانت تمثل قمة غيابات وقمة خلافات، ويمكن هناك دولتين يعني من كبرى الدول سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين تحاول كل واحدة منهم أنها يكون لديها مبادرة خاصة لوجود حلفاء اقتصاديين لديها. يمكن الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق اللي مصر أيضا تعتبر نقطة أساسية في هذه المبادرة، باعتبار أنها تملأ نقطة متوسطة في العالم القديم أفريقيا وأسيا وأوروبا، وأيضا هناك مبادرة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وكانت بتحاول أنها تستخدم مجموعة العشرين للضغط من أجل برنامج لتمويل الدول النامية من خلال اتفاقية سلسلة التوريد الجديدة لمنطقتي المحيطين الهندي والهادي مع 14 دولة، وأيضا الدولة المصرية عضو فيها أو تكون يعني أحد المراكز الرئيسية في من خلال هذه المجموعة، وبالتالي تستطيع مصر أن يكون لديها تعاون، لديها تنسيق في مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من ناحية، وأيضا مع مجموعة البريكس الممثلة داخل مجموعة العشرين وكثير من الدول لعمل نوع من أنواع التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع المالي والنفع الاقتصادي على الدولة المصرية من خلال جذب المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. طيب خليني أسأل حضرتك عن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث عن جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، يعني شايف جهود مصر في هذا الإطار إزاي؟ يمكن مصر من خلال أزمة الطاقة استطاعت إن طبعا النهاردة بنتحدث عن الدولة المصرية لها يمكن أكتر من ذراع في موضوع الطاقة ده، بنتكلم على إن مصر مركز إقليمي للطاقة الغذاء طاقة الغاز متأسف الغاز الطبيعي، والنهاردة مصر بما تنتجه من غاز طبيعي بما لديها من احتياطي، وجود مصر ومحطات الإسالة الموجودة لدى مصر في مدينة دمياط في منطقة إدكو اللي تستطيع أنها يتم تحويل أو تصدير جزء كبير من احتياج الدول الأوروبية من خلال دول شرق البحر المتوسط من خلال محطات الإسالة الموجودة لدى الدولة المصرية، وأيضا تبني مصر مشروعات الطاقة الخضراء بشكل كبير سواء كانت في مناطق في موجودة في منطقة الزعفرانة في السويس في منطقة محور قناة السويس في مناطق في صعيد مصر، أيضا محطات خاصة بالطاقة الشمسية، وبالتالي تستطيع مصر بوجود مركزها الإقليمي أنها تمد وتساعد في حل هذه المشكلة، وبالتالي تستفيد مصر من تعاون اقتصادي ما بينها وما بين الدول التي تحتاج إلى الطاقة والتي النهاردة تغيرت خريطة الطاقة العالمية بحيث أنها تقل من الطاقة التقليدية النفط وتذهب إلى سواء كان الهيدروجين الأخضر سواء كانت الطاقة الشمسية سواء كانت طاقة الرياح واللي ما يطلق عليها الطاقة النظيفة، ومصر النهاردة عندها استعدادات مشروعات البنية التحتية مشروعات التمهيد لهذه المشروعات الخاصة بالطاقة الخضراء، استطاعت مصر خلال يمكن الأربع سنوات الماضية أنها تكون أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع الطاقة. النهاردة مساهمة الطاقة النظيفة في مصر في إجمالي الطاقة تجاوز 14%، وهو معد أن يكون في حدود من 30-35% في حدود 20-30 بإذن الله. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بشكرك يا فندم.
وإلى هذا الخبر العاجل، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة العشرين. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هذا الخبر العاجل، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة العشرين. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. للمزيد حول مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع قمة مجموعة العشرين ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد قابالله الخبير الاقتصادي. مرحب بك دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذ خلود، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. أولا، أهمية مشاركة مصر في هذا التكتل الاقتصادي الهام الجي 20، وأهم طبعا يعني ما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية إبراز يعني القضايا الإفريقية كما تعودنا دائما من القيادة السياسية. بالتأكيد السيد الرئيس ومنذ توليه المسؤولية وهو حريص على المشاركة في كافة الفعاليات المؤثرة في على مستوى العالم. الحقيقة السيد الرئيس دائما ما كان يركز على المشكلات ليس فقط التي تواجه مصر ولكن التي تواجه العالم بالكامل. في هذه القمة السيد الرئيس يشارك بصفته رئيسا للدولة المصرية وأيضا بصفته رئيسا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النباد. بالتالي فهو يتحدث باسم مصر وباسم إفريقيا، ومن خلال كلمته أتصور أنه ركز على مطالبة طالما طالب بها السيد الرئيس، وهي العدالة التي يطالب بها للنظام الاقتصادي العالمي، حيث تحدث عن الاختلالات التي تواجه الهيكل المالي العالمي وكيف أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير وتحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة بصورة تمكنها بتقديم التمويل العادل للمشروعات التنموية للعالم. فالسيد الرئيس ركز على أن هناك مشكلة كبيرة في العملية التمويلية، مشكلة كبيرة في تعاظم الشروط وصعوبة الشروط التي تواجه الدول النامية من أجل تمويل مشروعاتها في إفريقيا. وامتدادا لمجهودات السيد الرئيس أثناء توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، كانت هناك جهود كبيرة جدا متعلقة بأن هناك استراتيجية للتنمية في إفريقيا، هناك مشروعات محددة، هذه المشروعات تحتاج إلى تمويل، هناك أجندة للتنمية الإفريقية تحتاج إلى تمويل عادل. من هنا كانت دعوات السيد الرئيس للدول الكبرى والمؤسسات الكبرى المشاركة في القمة بأن إفريقيا تحتاج إلى حشد الموارد من أجل تسريع تنفيذ استراتيجية التنمية الإفريقية التي هي ضمانها ليس فقط لتنمية إفريقيا ولكنها سيكون لها انعكاس كبير في تنمية العالم. في إفريقيا التي تعتبر يمكن أن تكون سلة لغذاء العالم تؤمن له احتياجاته، هي ذاتها قارة تحتاج إلى تأمين غذائها هي ذاتها. من هنا فإن القارة الإفريقية إذا تم ضمان التمويل لها وتم ضمان الشراكة الاقتصادية العادلة لها، فإنها يمكن أن تقوم بحل مشكلة الغذاء التي تواجه العالم الحالي. ومن جانبه فإن السيد الرئيس دعا بأن تكون مصر مقرا
مكان يمكن أن يكون لتداول الطاقة، أن تكون مصر تستضيف مركزا عالميا لتخزين وتداول الحبوب بصورة تمكن إفريقيا وتوجه المنطقة بالكامل من أن يكون هناك يعني توافر مهم للحبوب. مصر هي من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، بالتالي فإن وجود هذا المركز في مصر فإنه يضمن النجاح لمموليه، فتمويل مثل هذا المركز هو يضمن بأن مصر يمكن أن تلبي احتياجاتها من خلال هذا المركز. أيضا المركز العالمي هذا يمكن أن يمد المنطقة بالكامل، المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية. إذن فإن السيد الرئيس يقدم مشروع مهم جدا لمؤسسات التمويل، كما أنه يركز من خلال كلمته على قضية الطاقة وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ، وكيفية أن مصر والدبلوماسية المصرية ترى ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، ويسافر السيد الرئيس إلى كافة المنتديات للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، والتأكيد على استمرارية الجهود المصرية في العمل المناخي وفي تطبيق الأجندة الدولية للمناخ. مصر تؤكد على احترامها للأجندة الدولية للمناخ وعلى العمل على تنفيذها وعلى احترام المبادئ الأممية لاستراتيجيات التنمية، وأن مصر التي لديها وتمتلك استراتيجية للتنمية ل2020 تتفق مع الاستراتيجية الأممية، هي تسعى في أن تكون مبادئ الأمم المتحدة هي المبادئ الحاكمة للعمل الدولي، وبأن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي يجب التمسك بها، بأنه حال التمسك بها فإنها توفر الضمانة الأساسية للعدالة ما بين المواطنين في العالم، سواء العدالة بمفهومها الشامل أو العدالة في الحصول على الحقوق والواجبات، والتي من أهمها الحق في الغذاء والحق في الحياة والحق في التنمية. طيب، بما ان احنا ذكرنا يا دكتور وليد ما يتعلق برئاسة مصر للجنة التنظيمية للنيباد، ربما السيد الرئيس تحدث ايضا عن هذه النقطة وعن انه من ضمن اولويات مصر الفترة القادمة من خلال طبعا رئاستها للنيباد فكرة تفعيل البرنامج الافريقي الشامل للتنمية الزراعية، اهمية هذا البرنامج من اجل احداث طفرة في التنمية الزراعية. طبعا عايزين نأكد على أن إفريقيا تمتلك كل شيء. إفريقيا تمتلك الأراضي الزراعية وتمتلك المياه وتمتلك المزارعين الأشخاص القوى البشرية التي يمكنهم القيام بعملية الزراعة. إفريقيا تحتاج إلى التكنولوجيا وتحتاج إلى التمويل من أجل تحويل البراري الإفريقية إلى مناطق زراعية. هذا الأمر اللي هيكون له دور كبير جدا في سد الفجوة الغذائية الإفريقية وفي زيادة المعروض من الغذاء العالمي. مصر قامت بمجهودات محلية من خلال استصلاح يعني أراضي كثيرة جدا، لديها مشروع بأكثر من 1.5 مليون فدان، بدأت بشائر النتائج هذا المشروع في الوجود ونجحت في تدبير التمويل لهذا الأمر. من هنا فإن السيد الرئيس يتحدث عن المشروع الإفريقي للغذاء، وهو في هذا الأمر يدعو المؤسسات التمويل ويدعو الدول التي تمتلك التكنولوجيا أن تمد يدها إلى إفريقيا لكي يكون هذا المشروع مشروعا واقعيا على أرض الواقع. هذا المشروع الذي سيكون له دور كبير في تلبية احتياجات العالم من الغذاء، سيكون له دور في تهدئة الأسعار التي تضخمت بصورة كبيرة جدا للغذاء في العالم، في تلبية احتياجات العالم الذي تزداد أعداد سكانه بصورة كبيرة ويحتاج إلى الغذاء. ويؤكد السيد الرئيس إلى أن إفريقيا لديها استراتيجية ولديها مشروع للغذاء، لديها مشروع للتنمية. هذه المشروع، شفت هذا المشروع إزاي يا دكتور وليد؟ هذا المشروع المتعلق بالغذاء واحتواء الأزمة، احتواء أزمة الطاقة. يعني طبعا إفريقيا هناك مشاورات ومناقشات كبيرة جدا داخل الاتحاد الإفريقي ومؤسساته، هناك أفكار عظيمة جدا في إفريقيا، ولكن السيد الرئيس يؤكد على أن إفريقيا لا تريد
من يفرض عليها مشاريع، لا تريد من يقترح عليها. إفريقيا تمتلك أجندتها، وبالفعل هذا المشروع يمكنه أن يغير الخارطة العالمية للغذاء. ماذا ينتظر العالم ليمد يده إلى إفريقيا؟ الواقع أن هناك نجاحا كبيرا للعدل الإفريقي بوجوده واعترافا بإفريقيا بأن يتم اعتبار الاتحاد الإفريقي عضوا في قمة العشرين واستقباله، وهذا الاحتفاء بإفريقيا وهذا الاحتفاء بمصر التي تعتبر بوابة إفريقيا. هذا الاحتفاء ننتظر أن يكون له تأثيرا على أرض الواقع، فإفريقيا جاهزة لأن تمد يدها إلى العالم. نجاح إفريقيا سيكون له مردود مهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، سيكون له مردود مهم جدا في توفير الغذاء للعالم، في زيادة المعروض من الغذاء في العالم. المشاريع الإفريقية هي مشاريع تستهدف تنمية إفريقيا وتستهدف تنمية العالم بالكامل. من هنا فإن السيد الرئيس يذهب إلى هذه القمة حاملا هموم القارة الإفريقية ومطالبا بمد يد العون إليها، ومطالب بمد يد التمويل العادل بشروط عادلة بتكلفة عادلة. هذا الأمر هو الضمانة الأساسية لتنمية إفريقيا وإنعكاس ذلك بالتنمية الحقيقية على العالم وبحل مشاكل كبيرة جدا يعاني منها العالم، سواء في مجال توفير احتياجاته الغذائية، في مجال توفير الطاقة المتجددة. إفريقيا تمتلك مزايا كبيرة جدا، مزايا نسبية في القارة المتجددة، سيما في الشمال الإفريقي وفي مصر الذي يمتلك الشمس القادرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أيضا مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تمتلك فيها مصر وعدد كبير من الدول الإفريقية مزايا نسبية. إفريقيا تمتلك الميزة النسبية. إذن فإنه يتعين على الدول الكبرى وعلى مؤسسات التمويل الكبرى أن تنظر في أن تكون جهات تمويل عادلة، أن تنظر إلى الأمر بمفهوم أوسع. فتنمية إفريقيا ستنعكس بالتأكيد على كل أنحاء العالم، وسيكون لها دور كبير في أن يكون هناك عالم أفضل، أن تكون هناك حياة أفضل لكل مواطنين العالم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد قاب الله الخبير الاقتصادي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين جي 20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول نامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين. وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة.
كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بن يودالي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة 20. استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة الآلاف من الطلبات من الانضمام كتابيا وإلكترونيا، بينهم شخصيات عامة ونخب في المجالات المختلفة، وامتدت طلبات المشاركة حتى الأهالي في النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة. ووجه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب جموع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين استجابة لطلبات ورغبات الأهالي عن تأييدهم والانضمام لحملة الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. ولاقت الحملة الشعبية للمصريين الأحرار انضماما كبيرا من عموم المصريين باختلاف الأعمار ومختلف المحافظات والمراكز، وصولا إلى النجوع من أسوان وحتى مطروح. ويواصل أبناء الحزب اللقاءات المباشرة مع الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية والاختيار الأصوب لصالح مصر وأهلها، فيما يواصل الحزب باختلاف المستويات التنظيمية تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى لحملة مرشح الحزب الرئاسي، سواء من التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستي والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيا وفرعيا للمتابعة عن كثب خلال مجريات العملية الانتخابية. وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أولوية التعامل المباشر مع الشارع والتلاحم في لقاءات مصغرة وترقي الأبواب والوصول لكل فئات المجتمع المصري لإعلاء الوعي وتوضيح الصورة الحقيقية لمسار الدولة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإشاعات التي يبثها المغرضون. وأوضح أن النزول للشارع للحوار مع الناس والتوضيح ومواجهة المغالطات هي الخطوة الثالثة في المرحلة الأولى لحملة الحزب الشعبية لترشيح الرئيس السيسي، وما زالت تواصل الحملة جهودها على الأرض بكل قوة وعزم. وأكد أن الحملة تواصل جهودها على الصعيدين الداخلي والخارجي، سواء من توضيح الحقائق باللغات المختلفة أو من خلال التواصل مع المصريين بالخارج ومسؤولين برلمانيين لدول خارجية لإغلاق الباب أمام محاولات كبيرة من الكارهين لعرقلة مسيرة مصر الرائدة. وكان حزب المصريين الأحرار أجمع في 30 من يونيو الماضي اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رئاسيا للحزب والعمل على ذلك في حملة حزبية شعبية قوية تعمل على 4 مراحل. بدأت بالجزء الأول من نشر اللافتات المضيئة والتدريبات الشبابية للحملة والمنضمين والنزول للشارع واللقاءات المباشرة، وسيتم إعداد فيديو توضيحي موجز عقب انتهاء كل مرحلة من حملة المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس.
هنستكمل مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فامي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الإفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف واتساق قهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة بما يشمل جذورها وأبعادها المتعددة، مؤكدا أن أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية للنيباد هي تفعيل البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية بما يدعم الأمن الغذائي في إفريقيا. على العموم للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة تحديدا ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهمية مشاركة مصر في هذا التكتل الاقتصادي الهام وأهمية طبعا إبراز القضايا الإفريقية الملحة والهامة خصوصا فيما يتعلق بملفات حيوية زي الأمن الغذائي وأهمية احتواء أزمات زي أزمة الطاقة. هي مجموعة العشرين من أهم المجموعات الدولية، ومشاركة مصر والرئيس السيسي بصفة خاصة جاءت في وقت بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس في اكتمال القمة الذي عقد في جنوب أفريقيا. كما ذكرت في تقديمك لأن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر على الفور وكان قبول عضوية جنوب أفريقيا كعضو دائم في هذه المجموعة، تشارك مثل الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة. الرئيس السيسي طبعا ركز على باعتباره رئيسا للنيباد في الوقت الحالي على الأولويات التي تضعها أفريقيا على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية التي أعاقت سلسلة امدادات القمح من أوكرانيا والمواد الغذائية الأخرى. لا يقل أهمية عن المشاركة الفعلية في هذه القمة إن لم تزد أحيانا المقابلات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس على هامش القمة مثل الرئيس ماكرون ورئيسة المفوضية للاتحاد الأوروبي. المجموعة العشرين من أهم المنظمات الدولية، تجارة مصر لا تقل عن 8 مع هذه الدول لا تقل عن 88 مليار دولار، وهو رقم كبير يقترب إلى تقريبا إلى غالبية أرقام التجارة المصرية. الرئيس أيضا أشار إلى ضرورة التزام الدول بتعهداتها، وخاصة في التعهدات التي التزمت بها في قمة شرم الشيخ، بحيث تترجم إلى مساعدات إلى الدول الأفريقية في المؤتمر القادم في أبوظبي بعد شهر أو شهرين. طيب زي ما حضرتك ذكرت أنه الجي 20 من أهم التكتلات الاقتصادية، إيه اللي احنا هنستفيده إفريقيا أو الاتحاد الإفريقي الدول الإفريقية إزاي هتستفيد عندما تنضم إلى هذا التكتل وتكون عضو دائم، يعني الاستفادة المتبادلة أيضا سيادة السفير الفترة المقبلة؟ هو التشاور مع الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وخاصة والدول الجنوب المهمة
مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغير ذلك من الدول المهمة في دول الجنوب، يكون لنا صوت في تسيير إصلاح الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يقدم مساعدات كبيرة إلى الدول النامية. يعني لن تؤدي إلى اتفاقيات مباشرة خلال القمة، ولكن مشاركتنا فيها تتيح لنا قنوات اتصال مع الدول دي فرادا أو مجموعات مصقرة تساعد على تنمية التجارة المصرية الخارجية. كيف تابعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة عندما تحدث أنه مصر تعمل على أن تكون مركز عالمي للطاقة وأيضا مركز عالمي لتداول الحبوب؟ ويمكن ده لأول مرة بنتحدث عن هذا الموضوع، فكرة تخزين وتداول الحبوب بشكل عالمي، أهمية هذه النقطة أيضا. طبعا أهمية هذا ترجع إلى أهمية الجغرافية لمصر صحيح على البحر الأحمر وعلى البحر الأبيض، وبالذات قناة السويس التي تعبر منها غالبية تجارة العالم. فاستغلال هذا الموقع لتكون مركزا لتداول القمح والأغذية الزراعية الأخرى طبعا موجودة ولا يمكن الشك فيها، وستساعد الدول الأفريقية بصفة خاصة على تلبية احتياجاتها من المواد الغذائية في أي وقت وفي بأقل تكلفة، خاصة أن مصر ستكون في المنطقة الصناعية، منطقة الصناعية الموجودة في قناة السويس على بعد قليل من الدول الأفريقية، بحيث تستطيع تزويتها في أسرع وقت من ممكن من المخزون لدى مصر من المواد الغذائية وخاصة القمح. نعم. أيضا المناخ الذي عقدت في شرم الشيخ والوقود الأخضر والذي بدأت مصر فيه بقوة من بين دول قليلة في العالم، موضوع مهم جدا لأنه يتمشى مع قرارات قمة المناخ والتوجه إلى وقود نظيف إلى جانب الوقود الذي ينتج على الطاقة التي تنتج من الألواح الشمسية أو غير ذلك من الرياح. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، شكرا لك يا فندم.
برحب بحضرتكم مرة تانية. التقى رئيس عبد الفتاح السيسي أورزولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، وأعرب الجانبان عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، آخذا في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقة بين الجانبين، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي باعتباره شريكا هاما في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر. من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية توثيق العلاقات مع مصر وأولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027 وغيرها من الملفات الهامة. دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، برحب بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك استاذة المشاهدين. أهمية مشاركة مصر في هذا التكتل الهام وفي هذه القمة، قمة مجموعة العشرين، وأيضا يعني وجود الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في الجي 20، أهمية ده بالنسبة لحل الكثير من الملفات الحيوية والملفات الهامة زي الأمن الغذائي وملف الطاقة بعد التحديات الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. بكل تأكيد باعتقادي أنه قمة العشرين هذا العام تعد هي الأهم خلال يمكن العشر سنوات الماضية. نعم. لعدة أسباب، نظرا لما تعرض ليه الاقتصاد العالمي من تحديات بالغة الخطورة وحالة من الاستقطاب العالمي الشديد اللي ما شفناهاش من 50 سنة أو أكثر، وبالتالي يمكن احنا شفنا وجود تكتلات أخرى بتحاول أن هي تكون بديلة أو على الأقل توفر إطار ملائم للتعاون الدولي خارج المؤسسات الدولية المعمول بها التقليدية، صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات اللي ممكن نشهد نظائر ليها في المستقبل المتوسط على الأقل. بكل تأكيد اجتماع النهاردة والجانب المصري والجانب الأوروبي هو يعد مدخل أساسي لاستعادة المؤسسات الدولية دورها في التنمية المستدامة في الدول النامية. احنا شفنا تراجع واضح لدور المؤسسات الدولية التمويلية في الدول النامية، خصوصا مع تحديات التمويل من جهة وتحديات آثار تغيرات المناخ على الغذاء وتحديات الصدمات في المستوى العام للأسعار أو التضخم العالمي على سلاسل الإمداد ومن ثم الغذاء والطاقة، وبالتالي العالم فعلا في حالة من الصدمات المتتالية اللي بتشير إلى أهمية إعادة رضع الصدع اللي موجود في المؤسسات الدولية القائمة واللي بترعاها الدول الأوروبية وأمريكا بالتحديد. وبالتالي من الممكن أن احنا نقول وجود الجانب الأوروبي بهذا الزخم اللي موجود في هذه القمة هو محاولة جادة من جانب الدول الغربية بالتحديد في ان هي تحاول ان هي توجد حلول للتنمية وحلول لإيجاد فرص لتمويل اكثر عدالة خصوصا في ملف المناخ. يعني طيب، يعني يمكن احنا استمعنا الى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث طبعا عن أهمية مخرجات مؤتمر شرم الشيخ او COP27، وان هناك اهتمام بالغ لمتابعة الأجندة المتعلقة بالمناخ وما تم التنسيق به وما تم ايضا الاتفاق عليه خلال هذه القمة، والاستفادة ايضا من مشروعات التمويل او تمويل المشروعات الخضراء. شفت هذه كلمة ازاي فيما يتعلق طبعا بهذا الملف؟ بكل تأكيد احنا يعني تقديري لهذا الموقف المصري هو مواصلة للدور، يعني احنا بنطالب بحقوق الدول النامية وبالتحديد الدول الأفريقية، ويمكن بسبب المجهودات المصرية ومجهودات الدولة المصرية في الساحة الدولية
والمطالبة في العديد من المحافل الدولية بحق الدول النامية والدول الأفريقية في وجود سبل للتمويل منخفضة التكلفة وتكون في سبيل الحد من التلوث. أعتقد أن هي جابت نتيجة أو يعني جاءت ثمارها في اعتماد الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في جي 20، وبالتالي من الممكن أن احنا نعول على حجم التمويل المفترض أنه يتم في كوب 28 المقبل بناء على كوب 27 اللي تمت في مصر. وبالتالي احنا بنتكلم على حجم تمويل وفقا للتقديرات البيئية والاقتصادية الفنية في حدود 2.8 تريليون دولار. طيب الرقم ده هل هو ما تم صرفه أو ما تم تخصيصه من قبل الجي 7 على الأقل، الدول الكبيرة اللي بتمثل أكثر من 90% من التلوث اللي بيأثر على الدول دي، هل ما تم انفاقه أو ما تم تخصيصه للتنمية يعادل هذا الرقم؟ حقيقة الأمر هنلاقي أنه لا يعادل 1%. يعني الرقم ده الرقم الفعلي اللي تم في تخصيصه للتنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر رقم متدني جدا ورقم ضئيل جدا. وبالتالي حشد الجهود الدولية في مواجهة فاتورة التلوث اللي كانت سبب فيه الجي 20 بشكل كبير هو بمثابة أكبر تحدي ممكن وأكبر قضية ممكنة. حضرتك احنا الدول النامية بتمثل أكثر من 40% من سكان العالم. الدول النامية اتأثرت بشكل أكبر من الدول اللي هي كانت سبب في التلوث نتيجة للماس برودكشن الكبير واعتمادها على الوقود الإحفوري. إذن في التوقيت اللي الدول النامية محتاجة بالفعل حلول لتمويل منخفض التكلفة، هي بالفعل نقدر نقول أنه من الممكن في كوب 28 أن تصل الدول في صياغة إطار ملزم للدول المتقدمة. وأعتقد أنه تأسيسا على جي 20 الحالية من الممكن أن احنا نقول هيكون في إطار ملزم. هو الإطار موجود ولكن غير ملزم لكافة الدول خصوصا المتقدمة، وبالتالي مساعي الدولة المصرية بأن يكون هناك يعني إطار ملزم لكافة الأطراف، سواء كانت الأطراف المتلقية لهذه الأموال وهذه التمويلات أن هي تضخها في عملية التنمية، أو حتى ملزم من قبل الدول المسببة لهذا التلوث. طيب أنا يعني عايزين برضو نعرف من حضرتك أكتر ونعرف المشاهدين عن أهمية هذا التكتل الاقتصادي، حجم استثماراته، نسبة مساهمة الدول الإفريقية فيه، وبعد الانضمام الدائم لعضويتها ده هيأثر إزاي في الاستثمارات وفي التبادل أيضا الاقتصادي؟ وفقا لتقديرات يعني الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا أنه حجم التمويل المطلوب للدول النامية وبالتحديد الدول الأفريقية يتجاوز 2 تريليون دولار. ده الرقم اللي الدول دي محتاجاه عشان تطلع من المرحلة اللي موجودة فيها في الفترة دي. حجم الأثر اللي نتج عن صدمات الغذاء الفترة خلال من 20 حتى 2023 وحتى الآن يتجاوز 1.3 تريليون. إذن احنا أمام قضية غاية في الأهمية. هو رغم أنه موجود احتياج للتمويل في هذه الدول، الدول دي بالتأكيد هي سوق واسع ومتسع، يعني يتخطى 1.2 مليار مستهلك، وبالتالي هي منفعة متبادلة. إذا قدرنا أن احنا نحفظ كمان المزيد من الأصوات الدولية والجهود الدولية نحو تكديس الجهود في توفير تمويل، نقدر نوصل بنتيجة أنه هناك مخصصات تربو إلى التريليون دولار خلال. طب إيه التحديات يا دكتور اللي ممكن تواجهنا في الوصول لهذه المخصصات وفي الوصول إلى هذا الغرض اللي حضرتك تحدثت عنه؟ بكل تأكيد رقم واحد التغيرات الجيوسياسية وما ينتج عنها من أثار اقتصادية، ويجي في مقدمتها منطقة أوروبا الشرقية أوكرانيا وروسيا. رقم اثنين أدت الصراع التجاري ما بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين من جهة والولايات المتحدة من جهة، لأنه احنا بنتكلم على حجم تجارة بينية وما بينهم من ثلاث الإمداد. إذا ارتفعت وتيرة الصراع الصيني الأمريكي على ملف التجارة الدولية هيتعثر ملف التمويلات أو تخصيص الأموال للدول اللي محتاجها في سبيل التنمية. والحديد الحقيقة من حجم التحديات، على سبيل المثال التضخم اللي بيضرب العالم حاليا في متوسطه 25% في المتوسط خلال العامين اللي فاتوا، خصوصا في سلة الغذاء.
ده هيأثر على أداء الحكومات حتى في الدول المتقدمة نفسها. كذلك الأمر بالنسبة للصدمات اللي موجودة في الأسواق المالية، وكذلك ارتفاعات أسعار الفايدة والاضطراب المالي والنقدي اللي موجود في العالم، ده هيأثر برضو على أداء الحكومات اللي من الممكن أن هي تخصص جزء من موازنتها كتكلفة تضخم، كتكلفة تلوث، تخصص كمنح للدول اللي هي في حاجة إلى تمويل. إذن إحنا أمام ملف اقتصادي عالمي مضطرب للغاية، حالة من الاستقطاب الشديد الغير مشهودة يمكن من أكثر من 50 سنة، محاولة جادة من الدولة المصرية لحشد الجهود الدولية حول ملف الطاقة من جهة وملف الغذاء من جهة أخرى وآثار التغيرات المناخية من جهة ثالثة. وبالتالي قد يكون هناك خطوة جادة بعد اجتماعات جي 20 في هذا العام نحو إطار ملزم للشراكة والتعاون المستمر. طب حضرتك يا دكتور فرج قررت في أكتر من مرة فكرة أنه لابد أن يكون في إطار ملزم على بعض الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية، طيب ما الذي سوف يلزم هذه الدول؟ على الجانب أنه الدول النامية هي في أمس الاحتياج، هناك ملف مهم جدا، ملف الديون الدولية أو ملف الديون العامة للدول. احنا في فترة الثمانينات كان في اتجاه من دول امريكا اللاتينية ان هي مش هتسدد، ان هي هتتعثر في السداد. اذا حشد الجهود للاحتياج المالي، الجانب اللي محتاج الاموال عشان يعمل تنمية في البلاد ويغطي الاثار اللي نتجت من الحروب العالمية وصدمات الغذاء والطاقة، من المهم ان هو يحشد جهوده عشان يواجه الدول الدائنة في مقابل تخفيض تكلفة التنمية من جهة وتوفير تمويل منخفض التكلفة، بل أن يكون في صورة تعويض عن التلوث اللي موجود. محدش مننا حتى المواطن العادي ينكر أن هناك تغير مناخي واضح. النهاردة بنتكلم على موجات حرارة مرتفعة بعد أيام كانت الحرارة عادية، فتقلبات الفصول، كل ده بيأثر على حجم الناتج من الزراعات، بيأثر على حجم الإنتاج الكلي في بعض الدول، بيأثر على فترات هطول الأمطار وأماكن تواجد المياه العذبة، إذن بيأثر على الحياة بشكل كامل. ده كله ما حصلش من فراغ، حصل من النتيجة للإفراط الشديد خلال 50 سنة من قبل الجي 20 أو العشرين دولة الأكبر على مستوى العالم في أن هي تنتج منتجات ما تاخدش باعتبارها المعايير البيئية، تنتج وتعتمد بشكل كبير على الملوثات عشان تقدر تغطي الاحتياج وتقدر تبيع أكثر في السوق الدولية، اللي نتج عن التلوث ده في الآخر فريقين، فريق تضرر وهو السوق وهو المستهلك، وفريق آخر هو مالك للتكنولوجيا والمحافظ على البيئة عنده بشكل ما، وهو اللي بينتج، هو ده اللي عنده المصنع نفسه، وبالتالي أصبح فيه income distribution عالي جدا أو تفارق في مستوى الدخول ما بين الدول وبعضها. بقى عندي فريق دول موجود الدخل بينحدر ومتأثر بالصدمات الاقتصادية ومنها التضخم ومنها أسعار الغذاء ومنها أسعار الطاقة، وعلى حساب الناحية الثانية هو المستفيد، عندي طائفة أو جانب من الدول هو ذات الدخل العالي المرتفع، مستوى الرفاهية العالي جدا، هو اللي بينتج، هو اللي عنده النوهاو الخاص بالتكنولوجيا الخاصة بالتعامل مع المناخ والتغيرات المناخية، إذن في حالة من عدم الاستقرار على مستوى العالم. إذن لو احنا عايزين أو الدول المسيطرة على المؤسسات الدولية إذا استمرت في الوضع الحالي قد ينزل به العديد من الصدمات والعديد طيب من الحالة الصدمات من يا دكتور، بما أنك ذكرت الصدمات، صدمات الأسواق المالية لأي مدى وإزاي هتؤثر على أداء الحكومات، وده هيأثر إزاي أيضا على اقتصاد هذه الدول وقدرتها على جذب استثمارات؟ ناخد مثال بسيط واحد، لو عندنا انفرضت الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت في رفع أسعار الفايدة بالوتيرة اللي موجودة، ده مثال واحد لسياسة نقدية واحدة من جانب دولة، هيؤثر على مستويات الدول المرتبطة بالدولار، هيعمل نوع من البابلز أو الفقاعات المالية الكبيرة اللي تنذر بأنه هيحصل وقت من الأوقات أنه يحصل انهيار مالي. وبالتالي تفرد جانب من الدول أو حتى دولة مؤثرة في محيطها وفي وضعها في الجانب المالي والنقدي هينذر آجلا أم عاجلا بحالة من عدم الاستقرار المالي. نعم. لأنه هو مبني بشكل كامل على
اقتصاد حقيقي، هو بيعمل على انه يجعل من الدول الناميه اقتصادات ريعيه بتعتمد بشكل كبير على الرفع المتتالي لاسعار الفايده من جهه، وهشاشه الجهاز الانتاجي من جهه، وبالتالي تكدس الثروات تجاه الدول المتقدمه على حساب الدول الناميه في حاله من عدم الاستقرار اللي موجود. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع. مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى فاصل ونواصل هذه التغطيه الاخباريه على شاشه اكسترا نيوز من بعد هذا الفاصل. استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح السيد عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة الآلاف من الطلبات من الانضمام كتابيا وإلكترونيا، بينهم شخصيات عامة ونخب في المجالات المختلفة. وامتدت طلبات المشاركة حتى الأهالي في النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة. ووجه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب جموع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين استجابة لطلبات ورغبات الأهالي عن تأييدهم والانضمام لحملة السيد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. ولاقت الحملة الشعبية للمصريين الأحرار انضماماً كبيرا من عموم المصريين باختلاف الأعمار ومختلف المحافظات والمراكز وصولا إلى النجوع من أسوان وحتى مطروح. ويواصل أبناء الحزب اللقاءات المباشرة مع الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية والاختيار الأصوب لصالح مصر وأهلها، فيما يواصل الحزب باختلاف المستويات التنظيمية تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى لحملة مرشح الحزب الرئاسي، سواء من التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستي والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيا وفرعيا للمتابعة عن كثب خلال مجريات العملية الانتخابية. وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أولوية التعامل المباشر مع الشارع والتلاحم في لقاءات مصغرة وطرق الأبواب والوصول لكل فئة المجتمع المصري لإعلاء الوعي وتوضيح الصورة الحقيقية لمسار الدولة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات التي يبثها المغرضون. وأوضح أن النزول للشارع للحوار مع الناس والتوضيح ومواجهة المغالطات هي الخطوة الثالثة في المرحلة الأولى لحملة الحزب الشعبية لترشيح الرئيس السيسي. وما زالت تواصل الحملة جهودها على الأرض بكل قوة وعزم، وأكد أن الحملة تواصل جهودها على الصعيدين الداخلي والخارجي، سواء من توضيح الحقائق باللغات المختلفة أو من خلال التواصل مع المصريين بالخارج ومسؤولين برلمانيين لدول خارجية لإغلاق الباب أمام محاولات حفنة من الكارهين لعرقلة مسيرة مصر الرائدة. وكان حزب المصريين الأحرار أجمع في 30 من يونيو الماضي اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رئاسيا للحزب، والعمل على ذلك في حملة حزبية شعبية قوية تعمل على 4 مراحل. بدأت بالجزء الأول من نشر اللافتات المضيئة والتدريبات الشبابية للحملة والمنضمين والنزول للشارع واللقاءات المباشرة، وسيتم إعداد فيديو توضيحي موجز عقب انتهاء كل مرحلة من حملة المصريين الأحرار الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس. We'll be right back.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة. كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، مع التأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الأقليمية الهامة في المحافل الدولية، خاصة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في إفريقيا، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة والاستضافة لأعداد كبيرة من اللاجئين، وكذا دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، برحب بك فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين. دكتور عمرو، أهمية مشاركة مصر في هذه القمة والتكتل الاقتصادي الهام الجي 20، أهم المحاور التي ركز عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبرز الملفات الاقتصادية التي طرحت خلال هذه الكلمة الهامة وخلال أيضا هذا المؤتمر الهام؟ قمة العشرين هي أهم تجمع وملتقى على مستوى قادة الدول اقتصادي في العالم على الإطلاق، وبالتالي المشاركة المصرية في هذا التجمع بيتيح آفاق مهمة جدا لما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية، وهو أمر تضعه الرئاسة المصرية على أجندتها منذ 8 سنوات في كافة المحافل حتى غير الاقتصادي منها، فما بالك بالملف الاقتصادي. يمكن ده وضح في مش بس من الملفات اللي بتناقشها القمة، وإحنا في قمة تاريخية للدول الأفريقية بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم للقمة، ولكن كمان من خلال كلمة السيد الرئيس واللقاءات الجانبية اللي حصلت على هامش القمة. يمكن السيد الرئيس في كلمته ركز على مجموعة من القضايا الهامة جدا، تحدث سيادته عن ملف التغيرات المناخية ودور مصر في قمة شرم الشيخ، وكيف استطعنا أن نتعامل مع قضية تمويل التداعيات الخاصة بقضية المناخ. تحدث أيضا عن ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها فيما يعرف بالانبعاثات ودورها في دعم الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والخضراء. وده أعلن السيد الرئيس بكلمته عن انفتاح مصر و جهودها لتكون مركز إقليمي للطاقة، وأيضا رغبة مصر في أن تكون أيضا في ملف الغذاء مركز دولي لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر الملفات خطورة التي تواجه العالم كله بأسره وتؤثر على حياة كل مواطن على كوكب الأرض. الحديث الآن عن ارتفاع الأسعار والمعاناة نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتهديدات النقص الخاص بها في الدول النامية، الحديث عن مشروعات جديدة وتعامل جديد مع قضية الديون ومع المعونات الخارجية والدعم الخارجي. وبالتالي أعتقد أن الملفات الأهم، ملفات الساعة، استطاعت الرئاسة المصرية عرضها على المؤتمر،
وأيضا من خلال اللقاءات الجانبية استثمر الرئيس علاقته الموجودة بقادة ودول العالم في دعم الأفكار الخاصة بدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة وإن مصر والدول الأفريقية وكافة الدول النامية وحتى الدول المتقدمة بتعاني من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التالية مباشرة لأزمة كورونا، ونحن نتحدث عن أزمتين متتاليتين هم الأخطر على الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي بحث مصر عن حلول لجذب استثمارات أجنبية، لجذب شراكات جديدة، لدعم البنية الأساسية في ليس في مصر فقط ولكن للقارة الأفريقية هو أمر بالغ الأهمية في هذه الظروف للاقتصاد المصري. طيب يمكن حضرتك تحدثت عن عدد من النقاط الهامة وأهميتها، يمكن عندما تطرقت إلى فكرة الدبلوماسية الاقتصادية وسياسة مصر الفترة الأخيرة لأي مدى رسخت إلى هذه الدبلوماسية، ولكن قبل ما أتكلم عن العلاقات المصرية الأوروبية أو الإفريقية، عايزة أتكلم عن الاتحاد الإفريقي الذي أصبح عضو دائم في هذا التكتل الاقتصادي الهام، لأي مدى ده هيؤثر على اقتصاده، هيؤثر على جذب الاستثمارات، هيؤثر على التبادل الاقتصادي، ممكن نقول أنه حل الكثير من التحديات اللي بتواجه الدول النامية. إفريقيا هي القارة البكر من حيث الموارد، نعم، الشاب من حيث السكان، وعانت وتعاني من التوترات السياسية و الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي بعد حقبة استعمارية طويلة جدا 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 جدا، وبالتالي أن تكون إفريقيا عضو دائم حاضر يناقش الملفات الدولية ويضع الأجندة الأفريقية والطموحات الأفريقية للتنمية وأولويات إفريقيا فيها التنمية على مائدة الحوار الاقتصادي العالمي الأهم هو أمر في غاية الأهمية. العضوية في حد ذاتها لن تكسب أفريقيا بشكل سريع وبشكل مباشر مجموعة من المكتسبات الاقتصادية، ولكنها في السياق الاستراتيجي وخصوصا في دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية، في ملف الخاص بالديون الأفريقية والبنية الأساسية المتكاملة على مستوى القارة هو أمر في غاية الأهمية، وبالتالي وجود إفريقيا كعضو دائم يعني الاعتراف العالمي بقوة هذه القارة، وخصوصا نحن قمة العشرين بها 18 دولة وتكتلين اقتصاديين فقط هم الاتحاد الأوروبي وانضم الاتحاد الإفريقي، على الرغم من الفارق الكبير في النضج الاقتصادي للتكامل الأفريقي والتكامل الأوروبي. التكامل الأوروبي مر بمجموعة من المراحل الطويلة جدا على مدار 50 سنة، وصلنا لعملة موحدة، لسياسات ضريبية واحدة، لسياسات نقدية متشابهة جدا جدا جدا، تنسيق كامل في السياسات الاجتماعية، إنما الاتحاد الأفريقي لازال أمامه الكثير جدا ليصل إلى هذا التوافق الاقتصادي، ورغم ذلك نجح الاتحاد الإفريقي أن يكون عضوا دائما اليوم. نعم دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، بشكرك على كل هذه التفاصيل. كما أجرى الرئيس السيسي حوارا جانبيا مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة الإفريقية الأوروبية بنيودلهي بعد انضمام الاتحاد الأفريقي لعضوية مجموعة العشرين، وشهدت التباحث حول القضايا الدولية الراهنة وأزمة الأمن الغذائي العالمي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. برحب بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ خلود. أهمية مشاركة مصر في هذه القمة ولأي مدى بترسخ نظرية ومفهوم الدبلوماسية الاقتصادية؟
نعم، يعني بالتأكيد هناك علاقة قوية بين مشاركة السيد الرئيس في هذه المجموعة الاقتصادية المهمة، مجموعة العشرين، وبين مفهوم دبلوماسية التنمية بشكل عام. هذه واحدة بالفعل من ملامح السياسة الخارجية المصرية، وهي مركزية وأهمية مفهوم دبلوماسية التنمية التي يمارسها السيد الرئيس بنفسه في المحافل الدولية من خلال يعني تقديم الاقتصاد المصري والترويج لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر. لكن بالإضافة إلى هذا البعد المهم، هناك أبعاد أخرى لمشاركة مصر في مجموعة العشرين. يعني كما نعلم مصر يعني في المرحلة في الفترة الأخيرة يعني أصبح لديها خطابا دوليا أو خطابا يتعامل مع القضايا الدولية. على سبيل المثال، مصر أصبح لديها رؤية فيما يتعلق بقضية الطاقة، فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، وكان كانت استضافة مصر لمؤتمر COP27 يعني مناسبة مهمة لتأكيد علاقة مصر ودورها في هذه القضية المهمة. لكن بالإضافة إلى هذه القضايا، أيضا مصر تتبنى قضايا القارة الأفريقية. تعبر مصر عن أهمية أن يكون هناك مساحة للقارة الأفريقية في القضايا الدولية وفي الأجندة الاقتصادية والمالية الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضية المساعدات التنموية. السيد الرئيس اليوم أشار إلى قضية مهمة، وهي قضية الفجوة، فجوة التمويل. هناك حاجات تنموية ضخمة للقارة والاقتصادات الأفريقية، لكن نصيب القارة الأفريقية من المساعدات التنموية ظل محدود. بالإضافة إلى ذلك، أصبح هناك اهتمام أفريقي بقضية يعني أزمة الديون، ومصر هنا أيضا تعبر عن المصالح الأفريقية في هذه القضية المهمة. السيد الرئيس أيضا استخدم اليوم مصطلحات شديدة الأهمية، وأعتقد أنها شديدة الصلة أيضا بالمصالح الأفريقية في هذه المرحلة. السيد الرئيس تحدث عن ما المسؤولية المشتركة في التعامل مع قضية المناخ، لكن أشار أيضا إلى أهمية المسؤولية المشتركة المتباينة أو العادلة، بمعنى أن يكون هناك عدالة في توزيع المسؤوليات الدولية الخاصة بمواجهة تغير المناخ. كل هذا يشير إلى أن مصر أصبحت في مركز الخطاب الدولي الخاص بالقضايا أو التحديات الدولية، وأصبحت أيضا لديها رؤية فيما يتعلق بهذه القضايا، وهذا يعطيها مركزا كبيرا في السياسة الدولية. وهذا ما يفسر لماذا حرصت دول مجموعة العشرين على استضافة أو دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة، يفسر أيضا لماذا تم قبول مصر في عضوية مجموعة بريكس، لأن مجموعة بريكس تمثل أيضا واحدة من المنصات الدولية المهمة للتعبير. ده هتكون في بداية العام المقبل بإذن الله. نعم. طيب خلينا نتكلم عن أيضا اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد هذه القمة. لأي مدى بتساهم في استثمار العلاقات مع قادة دول العالم على كافة المستويات دكتور محمد؟ نعم، طبعا المجموعة العشرين وغيرها تمثل منصات دولية مهمة، لكن بالإضافة إلى الدور المباشر الذي تلعبه هذه المجموعات في إدارة القضايا الاقتصادية وقضايا الدولية بشكل عام، هي تمثل مناسبة أو منصة أخرى لعقد اللقاءات الثنائية. وهذا لا يقتصر فقط على مصر، لكن هي واحدة من التقاليد الدولية المهمة. على سبيل المثال، في منتدى الأبك أو اجتماعات الأسيان أو اجتماعات دولية عديدة بما فيها مجموعة العشرين، تمثل مناسبة مهمة لعقد قمم بين القوى الكبرى، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما حدث في مناسبات مختلفة عندما يعني مثلت بعض القمم الدولية أو المجموعات الدولية منصة أو مناسبة مهمة لعقد لقاءات مهمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. مناسبة مهمة أيضا لنفس الأمر يعني ينطبق على القوى الوسطى وعلى الدول الأخرى، وهذا ما تمارسه مصر بدرجة كبيرة من الحرص. كل هذه المجموعات أو القمم الدولية تمثل مناسبة أيضا لعقد القمم الثنائية بين مصر وبين قوى دولية أخرى تجمعها مصالح. نفس الأمر أيضا مارسته القيادة السياسية المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على هامش هذه الاجتماعات،
عقدت الكثير من اللقاءات والاجتماعات الثنائية. فبالتالي هذه واحدة من الظواهر الدولية المهمة، أن القمم المتعددة الأطراف أو المجموعات الاقتصادية الدولية وغيرها تمثل مناسبة، بالإضافة إلى الخطاب الرئيسي أو المهمة الرئيسية المرتبطة بهذه الاجتماعات المتعددة الأطراف، لكنها تشهد أيضا اجتماعات ثنائية. ومصر تمارس هذا بدرجة كبيرة من الحرفية، ولاحظنا كما يحدث في مجموعة اجتماعات مجموعة العشرين، يحدث أيضا في كل المناسبات الدولية المهمة وصولا إلى الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشهد دائما يعني اجتماعات ثنائية بين مصر ودول أخرى. فكرة التطرق أيضا أنه مصر تكون مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وغير طبعا مركز عالمي لتداول الطاقة، أهمية التطرق إلى هذه النقاط إزاي، وشايف ردود الأفعال على هذه الفكرة أيضا يعني صارت في أي اتجاه؟ يعني في رأيي هذه واحدة من عبقريات الحركة المصرية والقراءة الذكية للتحولات الدولية الراهنة. يعني منذ بدء جائحة كوفيد 19 ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، العالم يشهد أزمات نوعية، منها طبعا التحدي أو الخلل الذي شهدته سلاسل الإمداد والتوريد، ثم أيضا يعني بروز قضية الطاقة، ثم قضية أيضا الأمن الغذائي. كل هذا يشير إلى أن العالم بدأ يتجه إلى التأقلم مع هذه الأزمات أو تداعيات هذه الأزمات والاستفادة منها، وهذا ما يعني تسعى مصر إليه بدرجة كبيرة من الحرفية والكفاءة، بأنها كما سعت إلى التحول إلى أن تكون مركز لتجارة الطاقة ونقل الطاقة في المنطقة، لكن أيضا تسعى إلى أن تتحول إلى مركز لتخزين الحبوب وتجارة الحبوب، لأنه التجارة العالمية لم تعد تقوم على المفهوم التقليدي بمعنى تبادل السلع والخدمات، لكن أصبحت أيضا تركز على خدمات التجارة. خدمات التجارة هنا تشمل اللوجستيات الخاصة بالتجارة الدولية، ولاحظنا في الفترة الأخيرة مسألة اللوجستيات كيف أصبحت جزء من الفكر المصري وكيف أصبحت جزءا من الحركة المصرية، وهذا يجعلنا نفهم لماذا ركزت مصر في السنوات الأخيرة على تطوير يعني الخدمات الخاصة بالتجارة واللوجستيات بشكل عام، البنية التحتية أيضا بالضبط. بالإضافة إلى البنية التحتية، هذه تمثل شرط رئيسي لكل هذا، بدون بنية تحتية لا يمكن الحديث عن دخول مصر تنمية، يعني بدون بنية تحتية ما فيش تنمية. صحيح، ولا يمكن لمصر أن تكون جزء من الأنماط الجديدة للتجارة الدولية. يعني كما أشرت قبل ذلك، التجارة لم تعد تقوم على المفهوم التقليدي القائم على تبادل السلع والخدمات، لكن أصبح مفهوم خدمات التجارة جزء أو يمثل فرصة كبيرة للدول التي تمتلك هذه الفرصة. ومصر هنا كما نعلم ليس فقط التطوير البنية التحتية ذات الصلة باللوجستيات وذات الصلة بخدمات التجارة، لكن مصر تمتلك موقعا جغرافيا مهما، تمتلك أيضا قناة السويس كمنطقة ربط ما بين أقاليم جغرافية وأقاليم اقتصادية عديدة، التطوير الذي يجري بشكل كثيف في الموانئ البحرية، لكن الأهم أيضا أن مصر سعت إلى تحويل منطقة قناة السويس من منطقة عبور للتجارة إلى منطقة خلق تجارة أيضا من خلال التوسع في المناطق الصناعية القريبة من قناة السويس. كل هذا يعكس أن هناك فكرا متكاملا للتعامل مع أو توظيف عبقرية الموقع الجغرافي المصري، توظيف البنية التحتية اللازمة لأن تكون مصر جزء من اللوجستيات الدولية وأن تكون جزء من خدمات التجارة في العالم. وهذا ما يفسر أيضا لماذا الاهتمام العالمي بمصر من هذه الزاوية، لأنها تقدم خبرة كبيرة في هذه المجالات، تقدم رؤية في هذه القطاعات الجديدة، لكن الأهم أيضا أنها توظف موقعها الجغرافي بذكاء. وهذا ما يعني يشير إلى أن مصر يعني انتقلت من مفهوم القوة الناعمة إلى القوة الذكية. القوة الذكية هي القوة أو القدرة على توظيف كل هذه القدرات المادية وغير المادية
لخدمة الاقتصاد ولخدمة عملية التنمية الجارية في مصر. التحول من القوى الناعمة إلى القوى الذكية، ده المفهوم أو الاستراتيجية اللي ماشي عليها مصر زي ما حضرتك ذكرت، وده مفهوم مهم جدا. وده يخليني أسأل حضرتك عن طرح أيضا مصر لملف هام متعلق بالمشروعات الخضراء والهيدروجين الأخضر، وطرح فكرة وجود منتدى عالمي لتمويل المشروعات الخضراء. طبعا هذا الموضوع عندما طرح كان لأول مرة في كوب 27 وطرح أيضا في هذه القمة. ممكن نقول أيضا إنه هذا تحول ذكي. نعم، يعني هذا واحد من قصص النجاح الحقيقية في رأيي بالنسبة لتأقلم مصر مع التحولات الجارية في البيئة الدولية وفي الاقتصاد العالمي، واستفادة مصر أيضا من التحديات التي واجهت العالم منذ كوب 27 منذ يعني الكوفيد 19 وحتى الآن كجزء من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. العالم يعيش أزمات عديدة سواء في مجال الأمن الغذائي أو في مجال الطاقة أو غيرها من قطاعات عديدة، لكن عبقرية صانع القرار المصري هنا أنه يستفيد من كل هذه التحولات ويقرأ هذه التحولات بدقة حتى يستفيد منها ويعظم مكاسب الاقتصاد المصري. أشرت قبل ذلك إلى مسألة التحول المهم في مسألة خدمات التجارة وكيف صانع القرار يستفيد من هذا التحول وتعظيم فرص مصر في هذا القطاع المتنامي المهم في العالم، لكن أيضا مسألة الاقتصاد الأخضر، لأنه الاقتصاد الأخضر أصبح جزء أو أصبح يعني جزء من السياسات الدولية الجديدة النوعية، لكن مصر لم تقف أو لم يعني تقف بعيدا عن هذه التحولات. مصر استثمرت أيضا قدراتها في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة الجديدة، ولاحظنا كيف ركزت مصر على تطوير قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وكل هذا يعني هو الذي أسس لمصر الاستفادة من التحولات أو الخطاب الدولي الجديد فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد صديق للبيئة، اقتصاد يستفيد من الموارد البحرية، يستفيد من الموارد الطاقة الجديدة والمتجددة، فبالتالي هذا بالفعل في رأيي واحد من أهم يعني التأقلم المصري مع التحديات الدولية الجديدة، ولم يقص هذا الأمر عند حد التأقلم فقط، لكن وصل إلى يعني حد الاستفادة أو تعظيم مكاسب الاقتصاد المصري من هذا التحول أو من هذا القطاع. بشكرك على هذا الحوار الثري دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا. وعلى هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الجانبية، وذلك مع كل من رئيس الوزراء الياباني وأيضا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا مع أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصيني ورئيس جمهورية البرازيل. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. دكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، برحب بحضرتك أستاذة إيمان. مساء الخير، ازي حضرتك أستاذة خلود؟ دكتور إيمان، يمكن إحنا كنا بنتحدث مع ضيوفي الكرام على فكرة أنه مصر أصبحت الآن تتحول من القوة الناعمة إلى القوة الذكية من أجل خدمة الاقتصاد بشكل كبير جداً، ده إزاي تم تطبيقه من خلال مشاركة مصر في هذه القمة، قمة مجموعة العشرين الجي 20، ومن خلال أيضا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تطرق إلى عدد من النقاط الهامة والملفات سواء المتعلقة طبعا باستراتيجية مصر المتبعة أو أبرز القضايا الإفريقية؟
يمكن هو في البداية أنه بالفعل القاهرة حاليا أصبحت تنتهج المنحنى الاقتصادي بالنظر لحجم السياقات التي تتم تداولها بكافة المحافل الدولية. كلمة سيادة الرئيس يمكن انطوت على عدد من الرسائل المباشرة سواء بيتم توجيهها للمجتمع الدولي، تناولت العديد من القضايا التأثيرات الخاصة بالتنوع في السياسات الاقتصادية، الحديث المباشر وغير المباشر على تشكيل هرم النظام الاقتصادي الاقتصادي العالمي، التنوع في التكتلات الاقتصادية، ويمكن تلك الرسائل جاءت بناء على عدد من الأحداث والسياقات الدولية. يمكن في إبان شهر سبتمبر الحالي تم مشاركة مصر في قمة البريكس وتم تعيينها كعضو دائم، وهو ما تم البناء عليه في المشاركة المصرية في القمة العشرين. يمكن الرسائل واضحة بشكل رئيسي، تم التنويه عن فكرة فك الارتباط وتنويع الحلفاء بالنسبة للنظر للكتل الاقتصادية، لم يعد يعول على فكرة الأحادية بالنظر للكتلة الغربية. أصبح هناك الاستراتيجية المصرية في تنوع الحلفاء الاقتصاديين، الانفتاح على كافة التكتلات الاقتصادية بما يخدم الأجندة المصرية. على الوجه الثاني أو الإطار الآخر، الحديث المصري عن كيفية إعادة ترتيب أولوية النظام الاقتصادي العالمي بما يتضمن أولويات وأجندات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية. يمكن لاحظنا في كلمة سيادة الرئيس الحديث عن أفريقيا وكيف أن القاهرة تحمل دوما على عاتقها الأجندة الأفريقية، الأجندة التنموية الأفريقية، حديث عن اقتصادياتنا الناشئة في الإطار الأفريقي، كذلك الترويج للقارة الأفريقية كوجهة استثمارية. يمكن أفريقيا لديها العديد من المميزات اللي بتؤهلها أن تكون شريك فاعل في كافة التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية زي قمة العشرين، وهو يمكن المنحنى الرئيسي اللي أهل لي عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في ذلك التكتل الاقتصادي. طيب دكتور إيمان، الدبلوماسية الاقتصادية أو دبلوماسية التنمية دي الاستراتيجية أيضا التي تركز عليها مصر من خلال يعني مشاركتها في الكثير من المؤتمرات والقمم المختلفة، شفتي هذا التوجه إزاي؟ الإطار الاقتصادي ليس بمنأى عن السياسات الخارجية أو الأجندة السياسية، دوما ما يخدم كلاهما على الآخر. يمكن ده اللي تم مشاهدة وتلمسه في كافة التحركات الرئاسية أو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية اللي أخذت أعتقد الورقة الاقتصادية كأحد أوراق التفاوض والمقايضة على العديد من الملفات. يمكن بالنظر لقمة المناخ اللي تمت في شرم الشيخ الكوب 27 واللي استضافتها القاهرة، كافة التوصية كانت نتاج عن ورش عمل وتوصيات تتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي. حديث سيادة الرئيس في قمة البريكس والأجندة المصرية في هذا الأمر انطوت على العديد من الرسائل الاقتصادية لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي بما يتراءى ويستوعب الاقتصاديات الناشئة. حديثه اليوم في قمة العشرين نوه على تلك الرسائل، بالإضافة إلى العديد من التخوفات عن الانعكاسات اللي بتشمل التغيرات الدولية. أصبح هناك تغيرات لابد أن يعاد النظر بها ويعاد تقييمها وفقا للمنحنى الاقتصادي، خاصة التداعيات المترامية للحرب الروسية الأوكرانية على الملف الاقتصادي، على الملف الأمني، ونعي في هذا الأمر نقطة الأمن الغذائي وأمن الطاقة. يمكن النقطتين دول في وجه الخصوص، بالإضافة طبعا لأزمة سلاسل الإمداد والتوريد وكل تلك القضايا تم التنويه عنها برسائل مباشرة، ويعاد تقييمها في إطار تقييم أو إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي. أصبح البوابة الاقتصادية هي المعادلة الفاعلة لإعادة تشكيل النمط السياسي مرة أخرى. لم تعد الحديث في كافة المحافل الدولية بالنسبة للقاهرة الحديث عن السياسات التقليدية، أصبح هناك تنوع ما بين السياسات الاقتصادية وما بين السياسات النوعية الحيوية، وكلاهما بيخدم على الآخر في إعادة تشكيل الأجندة المصرية الجديدة، رؤيتنا ل2030، رؤيتنا خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الحيوية أو السياسات الحيوية، نبذ السياسات التقليدية. لم نعد نتحدث عن الصراعات المسلحة وما إلى ذلك، أصبح حديثنا في المقام الأول على آليات البناء، الآليات التنموية، الآليات الاقتصادية، الآليات النوعية زي الأمن الغذاء، أمن الطاقة، التغيرات المناخية وكيفية التكيف ومواجهة ذلك الأمر بالنسبة للقارة. أصبح كمان الحديث القاهرة لم يشمل فقط الأجندة الوطنية، بل أصبح أنه بيشمل الأجندة الإقليمية. أصبحت القاهرة تتحدث بلسان الإقليم،
سواء على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى القارة الأفريقية. من كافة الرسائل اللي تم الدفع بها من جانب كلمة سيادة الرئيس، دوما ما يتم إشراك القارة الأفريقية، دوما ما يتم إشراك أجندتنا التنموية الأفريقية 2063، دوما ما يتم الحديث عن البنية المؤسساتية للاتحاد الأفريقي، الآليات والفرص المتاحة اللي بيتم الدفع بها من جانب الدول القارة سواء على المستوى الاستثماري والتنموي، سواء على المستوى المؤسسي، خاصة وأن دول الاتحاد تشكل قوة تصويتية لا يستهان بها 55 دولة، سواء على مستوى المساهمة الأفريقية في هيكل النظام الاقتصادي الجديد بالنظر للممرات البحرية، بالنظر لإشراك والتشبيك مع الاتفاقية القارية. كل تلك الأمور تساعد في إعادة الدفع مرة أخرى لنظام اقتصادي أكثر حيوية. أنا بشكرك دكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وعلى المشاركة معنا على شاشة إكسترا نيوز. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنت أنا مع حضرتكم خلود زهران، ودائما أيضا الشكر موصول من فريق العمل. التغطية دائما مستمرة على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا برفقتنا وإلى اللقاء.